علي علي الدلع يعني. جنينة عشاق الساحرة المستديرة وألقاب لا تنتهي. وعدوا قبل الماتش إن أنا هجيب له الميدالية الذهبية. وقعد يلف بقى في علي معلول. قول الحق خلي الجرير. جمهور الأهلي ولا جمهور الزمالك كلهم مش يتجمعوا على منتخب مصر، مفيش حد يندم على النادي الأهلي. مهارة، احتراف، أداء وسيد عبد الحفيظ عارف. حد هتكون مذيعة؟ أه طبعا. لا لا روعة روعة روعة. علي معلول ملك الحلول. نلعب في نادي الأهلي، لما تجيب جون تطلع فرقة من تونس. قساوت على بلدك. مش كرها في النوادي يعني، فأنا بعتذر لهم كلهم وأقول لهم ده شغلي يعني. علي علي يا عتنا كلنا. بس ما تقولش كابتن سيد بس. في إن. في إن، في كل حتة موجود إن. أسرع ديليفري في مصر. أول ماتش حضرته نهائي دوري أبطال أفريقيا الهدف بتاع أبو تريكة. كنت مستخبي النهائي ده. علي معلول ينتقم. هذه بتاع كوكو هذه. مش قال عليا حنين؟ شفت؟ آه. بحب اصحابي ازاي؟ فرحت كل البلد. شلتها اصحابي قالوا ما عندنا ناس بتعرف تشوط وعندنا ما شاء الله الشناوي يعني. قصدك مين؟ هبقى اقول لك بعدين. دخل في جوان؟ مش هلعب من دلوقتي. تصدق ان الشناوي عنده حق؟ ده هيقعد معاه طول تاريخه. اتحبست في القاهره. ما تشجعكش اني تمشي. انا كنت رافض الفكره. ملك الحلول.